إذن خطر يهدد العلاقات الأوروبية الصينية وينذر بانهيار مصالح التعاون المشترك بينهما. المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي حذر من أن موقف بكين من الحرب في أوكرانيا قد يعرض علاقتها مع أوروبا للخطر، مشيرا إلى خلل تجاري بنحو 400 مليار يورو، وداعيا إلى علاقة اقتصادية أكثر توازنا بين الجانبين. المسؤول الأوروبي قال إن رياح سياسية واقتصادية معاكسة تعصف بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين وقد تؤدي إلى انفصالهما. في المقابل قال نائب رئيس الوزراء الصيني إن بلاده تأمل في أن يرفع الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على تصدير المنتجات فائقة التقنية، وأضاف أن الجانبين اتفقا على العمل معا من أجل استقرار سلاسل التوريد والتصدي لفك الارتباط بينهما. كيف تبدو إذن آفاق العلاقات الأوروبية الصينية؟ وهل يمكن أن يتجاوز الجانبان الخلافات من أجل المصالح المشتركة؟ للنقاش ينضم إلينا من برلين الباحثة في الاقتصاد السياسي الدكتورة نجاة عبد الحق، ومن دبي الباحث في العلاقات الدولية إلهام لي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتورة نجاة. إذن خطر يهدد العلاقات الأوروبية الصينية وينذر أيضا بانهيار مصالح التعاون المشتركة بينهما، ما الذي يجري دكتورة نجاة؟ مساء الخير، أهلا وسهلا بك فيصل وأهلا بالضيف الكريم. نعم، يعني الاتحاد الأوروبي بشكل عام وألمانيا بشكل خاص بدأوا يعني منذ الصيف، يعني منذ شهر تموز وحزيران وتموز الماضيين بصياغة استراتيجيات جديدة للتعامل مع الصين. الكلمة الأهم هي دي ريسكينج، التقليل من المخاطر، وهذا يعني التقليل من الاعتماد، وذلك باتجاه بأن أثناء كوفيد فهمت أوروبا، فهمت حقيقة ليس فقط على الورق، مدى اعتماديتها على الصين ومدى أهمية الصين للاقتصادات الأوروبية. ولكن بنفس الوقت هناك عوائق سياسية، منها قضية تايوان ومنها الحرب الأوكرانية، وبحسب وجهة النظر الأوروبية وقوف الصين بجانب الرئيس الروسي بوتين في هذه الحرب، أو على الأقل عدم أخذ موقف حاسم ضد بوتين. كل هذا يؤدي إلى فعلا نشوء حالة جديدة ما بين الصين وأوروبا، مع أن أوروبا تعتمد بشكل كبير جدا على الصين. أعطيك مثال، شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات عندها 33 مصنعا كبيرا وصغيرا في الصين، حيث يتم يعني تصنيع القطع التي تستخدم في صناعة السيارات في ألمانيا، وهناك اعتماد كبير جدا على الصين. ولكن بنفس الوقت الصين في المحافل الرسمية على الأقل من وجهة نظر أوروبية تقول أن هناك انفتاح في الصين وأن هناك استقبال للمستثمرين. 63% من المستثمرين والصناع الأوروبيين في الصين يشعرون بقلق بالغ، لأنهم يقولون أن ما يحدث في داخل الصين ما يخص الاستثمارات لا يتوافق مع التصريحات الرسمية الصينية. كل ذلك يضع هذه العلاقة في مكان أكثر صعوبة مما كانت عليه في السابق. ممكن الإضافة لاحقا حول الخلافات السياسية وتصريحات وزير سنعود لهذه النقاط بشكل على هامش مفصل لقاءات في الأمم المتحدة. لكن سيد الهاملي، يعني أوروبا إذا تكافح لكبح نفوذ التجارة الصينية، هل تستطيع الفكاك بلغة الربح والخسارة من يتمسك أكثر باستمرار هذه العلاقة؟ نعم، هذا موضوع مهم جدا، وفي البداية أشكركم للدعوة أيضا، أهلا وسهلا للضيف من برلين وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة لا يمكن أن نقارن أو نتبين من هو يتمسك بالأكثر في هذه ما يسمى بالمنافسة أو ما يسمى باللعبة التجارية. في الحقيقة عندما نتكلم عن الفجوة التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية، لاحظت أن هناك ازدياد بتقريبا أكثر من 30% من الفجوة التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، وهذا لأسباب تاريخية وأسباب واقعية. أول شيء، الفجوة التجارية بين الصين والدول الأوروبية
يعتمد أساسا على الاختلاف في الهيكل الصناعي. أول شيء الصين تتمتع منذ تطبيق الإصلاح والانفتاح بلقب مصنع العالم، ولكن في نفس الوقت عندما نتكلم عن الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا وفرنسا، وكانت يعني بريطانيا بالداخل الاتحاد الأوروبي، لاحظنا أن هناك إخراج المصانع الكبرى من الدول الأوروبية مثل ما ذكر ضيفنا من برلين، وفي نفس الوقت تدخل أو تدفق كثير من المصانع الألمانية والفرنسية إلى الصين في العقود الماضية. وبالإضافة إلى ذلك فبسبب الأزمة الأوكرانية، في الحقيقة مهما كانت التصدير من أوروبا إلى الصين والتصدير من الصين إلى أوروبا ازداد بشكل كبير في السنتين الماضيتين، ولكن نظرا للعقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا، فاضطر الدول الأوروبية لاستيراد المصانع البضائع من الصين. لذلك يعني ازدادت التصدير من قبل الاتحاد الأوروبي إلى الصين ب 10% فقط في العام الماضي، ولكن بالمقابل ازدادت التصدير من الصين إلى الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 30%. وهذه الأسباب التاريخية والواقعية لازدياد الفجوة التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي. ولكن في نفس الوقت نتكلم عن المصالح المشتركة زي ما لاحظنا في الموضوع الرئيسي هذا اليوم. في الحقيقة المصالح المتبادلة أو المصالح المشتركة أكبر من الخلافات بالطبع، وخاصة لاحظنا في النصف الأول بهذا العام هناك المزيد والمزيد من الاستثمارات الأوروبية وخاصة من ألمانيا إلى الصين مهما كانت في طيب قطاع السيارات وايضا قطاع السيارات الكهربائيه، وهذا يدل على مثابه العلاقات التجاريه بين الصين والاتحاد الاوروبي. يعني دكتور نجات، فكره الانفصال بحسب البيانات على الاقل الاقتصاديه عن بكين تبدو مساله شبهت بان خطوه تشبه الانتحار للاقتصاد الأوروبي، ولذلك يتم التفاوض الآن على مسألة إزالة المخاطر في كل قطاع على حدة. ما الذي يمكن أن يحققه الاتحاد الأوروبي في هذا الأمر؟ ما المكاسب التي يمكن أن يعود منها المفاوض أو المفوض التجاري الاتحاد الأوروبي من الصين؟ نعم، يعني الفكرة هو الآن هناك مفاوضات، يعني أن هناك مقايضة. الصين تطالب بإدخال المنتجات الصينية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة المنتجات الصينية التكنولوجية التي لا تتمتع لغاية الآن بوجود كبير، يعني موجودة في أوروبا ولكن ليس بكميات كبيرة، ليس بكميات استيراد ضخمة، ولكن شراء بعض الأفراد لهذه الأجهزة، وتحاول الصين الدخول إلى السوق الأوروبية. يعني على الطرفان أن يقايضوا هذه القضية للوصول إلى حل، وحتى هذه العملية لن تكون سهلة لأن الاعتماد الأوروبي على الصين كبير جدا، ولكن أوروبا بنفس الوقت مع أنها يعني مع العولمة وفتح الأسواق ولكنها تحمي أسواقها في الحقيقة من بعض الدول، يعني لا يوجد انفتاح تام على جميع الأسواق، يعني أوروبا غير منفتحة بشكل تام على جميع الأسواق ومنها الأسواق الصينية، أي أن هناك ما يسمى بالسلكتيفنس، أي اختيار البضائع التي ممكن أن تدخل إلى أوروبا. في المقابل تريد الاستثمارات الأوروبية الاستثمار بشكل أكبر في مجالات الطاقة البديلة في الصين، ولكن هذا السوق مغلق بعض الشيء في الصين أو بشكل كلي، وتدفع أوروبا إلى الوصول إلى هناك، أي الوصول المستثمرين الأوروبيين. لكن دكتورة نجات، يعني الخلاف البديلة لا يقتصر على سوق السيارات إنما مختلف القطاعات، يعني لكن يعني هذه المطالبات الأوروبية تعارض مسألة طبعاً المنافسة الاقتصادية. صحيح أن يعني المنافسة السعرية الكبيرة جعلت كثير من الشركات ربما تعلن إفلاسها بالنظر إلى المنتج الصيني قليل التكلفة، لكن أليست هذه جزء من أساسيات الاقتصاد والمنافسة في التجارة؟
يعني من ناحية نعم، ولكن من ناحية ثانية جميع الدول وليس فقط أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية والصين يستخدمون ما نسميها بالسياسات لحماية الأسواق. يعني نظريا دائما السوق حرة، الجميع يستطيع الاستيراد والتصدير، ولكن هناك مصالح للدول وحماية للأسواق الداخلية. الصين تقوم بذلك الآن في مجالات مختلفة، أهمها الآن الطاقة البديلة أو إنتاج الطاقة البديلة، وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية يستخدمون احيانا الفقرات الغير واضحه جدا في العقود للحد من نفوذ مثلا البضائع الصينيه الى اوروبا او حتى يعني بضائع دول اخرى. يعني في الواقع في الحقيقه المصالح الدول هي التي تحكم حتى التجاره الحره. الاستاذ الهام ذكر بان فعلا اوروبا وبريطانيا نقلوا الكثير من صناعاتهم الى الصين قبل عقود، وكان هذا يعني قبل عقدين كان يحتفل بذلك لأن ذلك يزيد أرباح الشركات الأوروبية. الآن هذه الشركات في أزمة لأنها لا تستطيع نقل مصانعها أوروبا. لها من ذلك كله حتى وإن وصلوا إلى اتفاق والذي سيكون طريق طويل جدا، هناك ثمن لذلك كله. لن يتم الديكابلينج أو الانفصال أو محاولة الانفصال عن الصين أو الوصول إلى سياسات توافقية بين الطرفين، لن يكون ذلك مجانا. يعني المواطن الأوروبي اعتاد على وصول مثلا السيارات الألمانية نصف قطعها إذا لم أكثر يصنع في الصين ويتم تركيبها في ألمانيا، جزء يصنع في ألمانيا، هذه السيارات نسبيا رخيصة. وهل ما موقف يعني هذه الشركات التي يعني يهمها الحصول على مثلا قطع غيار أرخص دكتور نجاة باختصار في 30 ثانية، هل توافق على هذا التوجه الأوروبي؟ يعني الآن هناك تنافسية، يعني هذه الشركات هي المصالح الأوروبية الاقتصادية، المصالح السياسية هذا شق آخر. جزء منها نعم، جزء منها يفاوض الصين ويتعاون مع الصين ويؤسس شركات في الصين، ولكن فعلا السؤال ما هي الأرباح التي ستجنيها هذه الشركات بعد كل هذه التغيرات الموجودة الآن. وأيضا هناك تراجع في الاقتصاد الصيني في داخل الصين، يعني أزمة كوفيد أيضا أثرت على الصين بشكل كبير وضعف دائرة الاقتصاد الداخلية الاستهلاكية، وأزمة كبيرة في سوق العقار. الأزمة الداخلية تؤثر على صناعة السيارات التي هي هامة جدا. نعم دكتورة. للصين وللصين. سيد الهام سعود إليك دكتورة، حول تأثير موقف الحياد الصيني على المستوى السياسي من الأزمة الأوكرانية على موضوع التعاون التجاري. لكن سيد الهام، يعني هنا أقتبس من صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، نشرت أمس الأحد تحذير المفوض التجاري الأوروبي وقال نريد الحفاظ على علاقة تجارية مع الصين، هذا أمر مهم فهي ثاني أكبر شريك تجاري لنا، وقال أيضا لكننا بحاجة إلى معالجة جوانب معينة من هذه العلاقة. ما الذي يمكن القيام به لتحقيق ربما توافق أكبر ضمن هذه المصلحة المشتركة أوروبيا وصينيا؟ نعم، هذا موضوع مهم جدا وأنا قرأت هذا المقال، ولكن هذا المقال يعكس على السياسات مهما كانت من حيث السياسة أو من حيث التجارة المتناقضة من قبل الاتحاد الأوروبي. أول شيء نتكلم عن السوق المنفتحة، في الحقيقة أنا رأيي شخصي بأن السوق الصيني أكثر منفتحة بالمقارنة مع كثير من الأسواق في العالم وخاصة للدول الأوروبية. فلاحظنا في الفترة الأخيرة ازدياد التصدير الصيني إلى الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، ولكن في نفس الوقت لماذا لم يتزايد التصدير الأوروبي إلى الصين بشكل كبير؟ لأن هناك كثير من المانع، كثير من البضائع المحظورة لتصدير إلى الصين. نضرب مثالا يعني هولندا، في الحقيقة هناك فجوة تجارية كبيرة بين الصين وهولندا في السنة الماضية، ولكن هذا بسبب إيش؟ بسبب أن هناك كثير من اللوائح لحظر تصدير البضائع، وخاصة نتكلم عن الأجهزة لصناعة الرقائق، وهذا موضوع مهم جدا. تعرف سعر جهاز واحد للرقائق بكم؟ من يضع سيد الهام هذه العقبات؟ نعم، وهذه العقبات يدل أن الآن هناك عدد كبير من السياسيين أو صناع القرار يصنع القرارات على بتحقيق المصالح الأمريكية أو المصالح المشتركة الأمريكية الاتحادية على حساب
المصالح الأوروبية. في الحقيقة نتكلم عن التناقض، التناقض على أساس إيش؟ على أساس أن هناك مصالح خاصة للاتحاد الأوروبي ولدول الأوروبية، ولكن هناك صناع القرارات يعود أو يقدم سلطات اتخاذ القرارات إلى الولايات المتحدة، وخاصة عندما نتكلم عن الاتحاد الأوروبي هناك قرار، وهناك قرار أيضا من قبل طيب. الحلف الناتو. وبالإضافة إلى ذلك نتكلم عن التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي. ففي الحقيقة قبل، زي ما تفضلت ضيفة من بررين، فقبل 3 عقود أو قبل 2 عقدين هناك النقل بشكل نوعي من للمصانع من الدول الأوروبية إلى الصين، ولكن الآن هناك الكثير من الشركات الصينية مهما كانت لصناعات الكهرباء، سيارات الكهربائية أو مثلا اللوحات الشمسية، هذه الشركة ترغب في نقل مصانعها إلى الاتحاد الأوروبي، إلى الدول الأوروبية، ولكن هناك كثير من الصعوبات التي تواجهها هذه الشركات. فأريد أن أطرح السؤال، ما هي الأسباب لهذه الصعوبات مهما كانت في الدول أوروبا الوسط أو حتى دول شرق أوروبا؟ وبالإضافة إلى ذلك لاحظنا أن هناك ازدياد ب 30% من التبادل التجاري بين الاتحاد، بين إيطاليا والصين في السنوات الخمس الماضية، ولكن لأسباب مختلفة. يعني لاحظت أن هناك أنباء حول اتخاذ القرار من قبل الحكومة الإيطالية للانسحاب من مبادرات الحزام والطريق الصينية، وأيضا هذا بالنسبة لي أمر غير عقلاني، لأن هناك نتائج مثمرة للتعاون بين إيطاليا والصين في إطار مبادرات الحزام والطريق، ولكن لأسباب سياسية تخلى الحكومة الإيطالية الحالية عن المصالح التجارية على حساب المصالح الخاصة للشعب الإيطالي. طيب، يعني الصين ترحب بالتعاون دكتور إلهام، وربما هي من تضع العراقيل لاعتبارات سياسية وربما أمنية، لعل إيطاليا خير دليل يجب أن تعيد أوروبا يعني سياساتها إن كانت تريد بالفعل سد هذه الفجوة. لا تلام بكين في هذا الأمر بشكل كبير. طبعا وأيضا نعم. سؤال إلى دكتورة نجاة. نعم من قبل سيد الهام، دعنا النقطة التي طرحتها نقطة مهمة، لكن يعني أوروبا تضع العراقيل كما أشرت. دعنا نستمع إلى رأي الدكتورة نجاة ثم أعود إليك في زاوية أخرى. دكتورة. نعم، يعني فعلا أوروبا الآن حقيقة في مأزق. أولا نقل، مثل ما ذكرنا، نقل أصنع إلى الصين، الاعتماد الكبير على الصين، الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أوروبا بشكل كبير جدا في مجال الطاقة، وحتى أن حاول الأوروبيون التخفيف من الأثر، ولكن الآن ومع تنفيذ العقوبات أو محاولة تنفيذها أوروبا فعلا تدخل في مرحلة اقتصادية حرجة جدا. فأوروبا تحاول وضع العراقيل من ناحية ثانية، ولكن وجود المفوض الأوروبي في بكين بعد التصريحات النارية، هناك محاولة للرأ بهذا الصدع، لأن أوروبا فعلا تحتاج الصين. يعني أوروبا الآن فعلا في موقع لا تحسد عليه، لا أقدر أو يعني لا أستطيع تقدير قيمة الخسائر والضرر، ليس فقط للاقتصاد الأوروبي ولكن أيضا للشعوب والمواطنين الأوروبيون، إذا حصلت هناك أزمة جديدة مع الصين ونحن في منتصف الأزمة الأوكرانية. يعني آثار تغير أسواق الطاقة تتضح الآن، بي اس اف أضخم صناعات كيميائية الألمانية بدأت بنقل صناعاتها إلى خارج ألمانيا، يعني خلال عام 10% من هذه الصناعات. فعلينا أن نتخيل إذا حدثت فعلا أزمة حقيقية مع الصين ماذا يعني ذلك؟ قد يعني ذلك الانهيار الصناعي الأوروبي أو انهيار الصناعات الأوروبية أو ما يسمى بعهد الصناعة الأوروبية. لا أتوقع أن السياسيين الأوروبيين معنيين الوصول إلى هناك، ولكن يحاولون الحد من قوة الصين التي أصبحت فعلا قوة اقتصادية هامة جدا، وهناك استثمارات صينية في أوروبا، آخرها أيضا الاستثمار في ميناء هامبورغ الألماني الهام جدا، ومثل ما ذكر الأستاذ ما يخص العجز أو العلاقات الهولندية الصينية إذا أخذنا كل دولة على حدة. أوروبا تضع العراقيل، ولكن ليست العراقيل الكبيرة، لأنهم أيضا محتاجون، يعني يحتاجون الصين. ما يحصل على صعيد آخر هو التصريحات السياسية النارية ضد الصين. يعني هناك تصريحات فعلا
قوية جدا أو صعبة جدا من قبل سياسيين أوروبيين، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الاقتصاد متفق مع هذه التصريحات، أي أن هناك للاستهلاك السياسي الاستهلاك الأوروبي هناك انتقاد كبير جدا للصين. طيب. ولكن بنفس الوقت نحن مساعدون لقيام بالاستثمارات في الصين على سبيل المثال. ما بين الاعتبارات السياسية الاقتصادية وأيضا يعني الأمنية أحيانا سيد الهام، إلى أن تتجه رياح هذه العلاقة وهناك مصلحة مشتركة. أبدأ معك. نعم صحيح. بالنسبة إلى ما يسمى بالقلق الأمني مهما كانت من الولايات المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي، فمن طبيعة الحال أن تركز الحكومة المعنية بالأمن الوطني، ولكن لا يمكن أن نوسع هذا المفهوم الأمن الوطني إلى كل المجالات، من مجال الاقتصادي ومن مجال السياسي وحتى من مجال حقوق الإنسان. كان هناك قول من قبل بعض السياسيين الأوروبيين بأن هناك إذا لا يوجد مجال لنتهم بالصين فنتهم بحقوق الإنسان في الصين. هذا تصريح مخيف جدا، ليس فقط بالصين وأيضا لكل دول العالم. فلكل الحكومة أو لكل دولة مستقلة لديها قيم سياسي ولديها قيم لحقوق الإنسان. لذلك يعني الصين تغلب على الفقر لأكثر من مليار شخص، لذلك لا سبب لاتهام للصين مهما كانت لحقوق الإنسان أو نظام السياسي. لكن نتكلم عن هناك نقطة مهمة للخلافات بين الحكومة الصينية والاتحاد الأوروبي وقانون مكافحة التجسس، وهذا مهم جدا بالنسبة للصين، لأن كان في الماضي لا توجد مثل هذا القانون في الصين. لذلك استغل مهما كانت الاستخبارات الولايات المتحدة أو استخبارات الاتحاد الأوروبي هذه الفرصة لتسريب كثير من الأسرار من قبل الصين مهما كانت سياسي أو تجاري. وأيضا استغلت الولايات المتحدة التجسس كأداة لاتهام بالصين. لذلك الآن أعتبر هذا القانون قانون مكافحة التجسس نعم تطور من النظام السياسي أو النظام القانوني الصين، ولكن في نفس الوقت يعني لا يمكن لدول الأوروبية أو حتى الولايات المتحدة للاتهام بالصين حول هذا الموضوع. وفي آخر دقيقة معك دكتورة نجاة، يعني محادثات إذن في الصين تستمر 4 أيام، الهدف منها تقليص هذه الفجوة، ماذا نتوقع في آخر دقيقة معك؟ تفضلي. نعم، يعني أتوقع أن يتم الوصول إلى اتفاق وإن لم يكن يعني يرضي الجميع، لأن ذلك فعلا تحدي صعب للوصول إلى حل في ذلك. النقاشات السياسية ستستمر، يعني التصريحات السياسية ستستمر، والبعد الأمني الذي تحدث عنه الأستاذ إلهام هو فعلا قضية صعبة جدا في داخل أوروبا، خاصة ما يخص الجيل الخامس للهواتف النقالة. أعتقد أن الأزمة الأوروبية الصينية ستستمر لبعض الوقت، لن تنتهي بهذه المفاوضات، سننتظر ما هي المقايضات التي ستكون موجودة التي على طرفين التنازل للوصول إلى حل، ولن تنتهي هذه القضية ببضعة أيام أو أشهر. المستقبل سيرينا كيف يستطيع الاتحاد الأوروبي التصرف وما هي ردة فعل الصين الدولة القوية اقتصاديا وسياسيا. نجاة عبد الحق الباحثة في الاقتصاد السياسي كنت معنا من برلين، ومن دبي الباحث في العلاقات الدولية إلهام لي، شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا هذا الحوار في غرفة الأخبار.